كنا عم نتابع مع بعض أبناء الشهداء بمحافظة طرطوس. هلأ بدنا ننتقل لفقرتنا التالية، وعم نحكي من بداية حلقتنا الاستثنائية بمناسبة عيد الشهداء عن عظمة الشهادة، والتحية دائما لأرواح شهدائنا اللي قدموا دمائهم لتبقى الوطن عزيز كريم. بدنا نحكي اليوم عن هي الرسالة اللي قدموا أرواحهم فداء عنا. اليوم عم نستضيف أبناء الشهداء ضمن حلقتنا الخاصة لنحكي قديش يمكن في مسؤولية اليوم مضاعفة على أبناء ليكملوا مسيرة آبائهم. معنا الطالبة في مدارس أبناء الشهداء روان حمدان والطالب غدير غالي، أنتم من الطلاب المتفوقين، أهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحكم. أهلا فيك، أهلا فيك، أهلا وسهلا فيكم، صباح الخير. صباح النور. خلينا نبلش معك روان ونحكي طبعا حضرتك عن عصرتي قدسية الشهادة من خلال طبعا شهادة والدك الله يرحمه. خلينا نبلش ونحكي عن هي القيمة وقديش يمكن هذا الأثر كان له أثر بحياتك حتى بتعليمك، يعني أخذتي درب بعده بدك تصوني طبعا هي الأمانة اللي تركها الوالد بحياتكم. كان عندي طموح بحياتي وكنت اطمح عليك كل قوتي، بس لما استشهد بابا وقبل ما يستشهد وصاني اني كفي حلمي، واستشهاده ضاف لحياتي ولقلي كتير اصرار وقوة لحتى كفي. وان شاء الله باذن رب العالمين هاي السنة بتكون فارق او قفزة نوعية لحتى انتقل لحلمي وحقق اول خطوة بمسيرتي ان شاء الله، وفرح بابا ان شاء الله. بنستضيفك معنا بالسنوات القادمه بتكوني محققه حلمك، لانه انتم كمان من الطلاب المتفوقين وكرمتي وبدور خارج القطر. خلينا ننتقل لك سيد غدير، حضرتك طالب ثانويه يعني عندك امتحان صعب، قديش اليوم بهي الظروف يمكن حامل مسؤوليه عم تقول في عندي امتحان مصيري تحديد مستقبلي، وشايف بعيونك والدك الله يرحمه لتكمل هيدا المسير فعلا تحقق طموحك اليوم؟ أكيد شهادة والدي هي الدافع والسبب الأقوى اللي بيخليني ضل شد للأمام وضل على الدوام ناجح ومتفوق. دائما الشخص اللي يعتمد عليه ويكون ناجح ويرفع اسم أهله وعيلته وأبوه بالمقام الأول أكيد هي شهادة والدي السبب الأقوى والرئيس. عمره ما كانت هي سبب أنه يرجعني لورا أو أني أضعف بسبب شهادتي، أبدا بتشد من الضعف قوة وبتعطيني الدافع للأمام أني دائما أكون مصمم وعزيمة وإرادة وقادر أني أتفوق وأنجح وأرفع رأسه بإذن الله. أكيد. بدي أسألكم، وهذا السؤال موجه لروان وكمان لغدير، نحن موجودين هلأ بصرح تعليمي مهم جدا نفتخر فيه أكيد، مدارس أبناء الشهداء طبعاً. هاي المدارس عبر سنوات طويلة خرجت طلاب من أبنائنا بالشهداء متفوقين بجميع المجالات، أنتوا أيضا من المتفوقين كرمتوا. خلينا نحكي عن يومياتكم بهي المدرسة وقديه بتشوفوا تحصيلكم العلمي مختلف، قديه بتشوفوا في متابعة في مثابرة من كل طبعا الكادر التعليمي والعناية اللي بتطلقوها بهالمدارس. عايشين أسرة، كيف الأم كيف الأب بدون متكامل، هي منظمة متكاملة. نحن بأسرة منحس بعض ومنحب بعض كتير، منتابع بعض، حدا غلطان حدا ناقصه شيء بالدراسة دائما منرمم، دائما منحاول نكون بأبهى صورة وأحلى صورة، ونحاول دائما نعلي من مكانتنا ونوصل للعلا إن شاء الله. نحن هون مثل ما حكيت روان أسرة متحابة، بتجمعنا المحبة، بتجمعنا الألفة، الصداقة. المقام الأول لوجودنا بالمدرسة هو الشهادة، والثاني شيء هو الدرس. الكادر التدريسي الموجود فيها بيهتم فينا بشتى المجالات بكل الأحوال. نحن بالظرف مثلا بعاد عن أهالينا، نحن ساكن محافظات ثانية، في طلاب ساكن محافظات ثانية وعم تجي تدرس هون. بظرف نحن بعد اهالينا بنضل بالعطل هون، نحن الاخوه لبعض، الاشراف هن اهالينا، الاب والام دائما بنلاقي السند، بنلاقي الراحه، بنلاقي الهدوء، بيهتموا فينا، بيعطونا اللي بنريده، الحمد لله مرتاحين. الحمد لله. يمكن اللي هيك بيسمع حديثكم بيتمعن فيه بشوف في قديش قيم اخلاقيه، صداقة. عنفوان عم تحكي والعنفوان اللي عم يصدر من صوتك، قديش فعلا انت فخور ومعتز أكيد. بشهاده أكيد. والدك هي يمكن بنلامسها بشكل مستمر من ابناء الشهداء، بيكون يمكن استشهاد والدهم هو مشعل ونور لاستمرار الدرب. لكل الابناء الشهداء اللي عم يتابعونا، ذكرت حضرتك بكل المحافظات السوريه، شو بتحبوا توجهوا لهم كلمه كاخوه؟ انتم عم تقولوا نحن ابناء الشهداء، كل واحد من منطقة، كل واحد من محافظة، عم نعيش هون كعيلة، عم نتشارك الطموح والحلم، صح. الوجع، الفرح، كل تفاصيل الحياة.
بقول لأختي أو أخي خليكم دائما مع بعض ولا تزعلوا إنه نحن فقدنا آبائنا، هن دائما معنا، بالعكس هن استشهدوا، الشهادة عطيتهم قيمة كتير كبيرة، ولازم بالعكس تعزز إصرارنا لحتى دائما نكون إيد وحدة ونتقدم ونحقق طموح ونكون حدا فعال بالمجتمع، ما نزعل إنه نحن آبائنا راحوا أبدا. أكيد. يمكن كمان ببداية الحديث قلتي روان وحتى غدير قال إنه الاستشهاد هو كان عزيمة لكم لحتى تكملوا توصلوا للطموح، وهذا الأمل اللي اليوم يمكن عم بتشوفوا عيون الأم فيكم، أمهاتكم بكون ناطرة دائما وقت بتيجوا بتزوروهم أو وقت بتلتقوا فيهم، وقت بتطلعوا بمناسبات معينة بتلتقوا مع بعض، تشوف قديش تغيرتوا بهي الفترة وقديه عم تكبروا وقديه عم يكبر جواكم لسه الأمل والتقديم. قدامكم مسيرة طويلة من العلم، السنة انتوا على أبواب شهادة ثانوية، بتمنى لكم أكيد كل التوفيق ولكل أبناء الشهداء وتحققوا كل شيء بدكم اياه توصلوا له. قديه عم بتشوفوا هي الرسالة مهمة وقديه بيكون في عندكم قوة تنقلوها بين بعض، مثل ما قلتوا انتوا عيلة واحدة، كل واحد في عندكم قصة وحكاية، كل واحد ترك أب وراء ولكن اجا وكمل هاي المسيره. ايه السؤال بالله؟ قديش بتشوف عندك رساله بدك تقدمها من خلال استمرارك طبعا بالدراسه، استمرارك حتى بالمستقبل بالشيء اللي بدك تقدمه؟ اكيد هي مسؤوليه كثير كبيره نحمل التعاطي كل واحد فينا، اذا ما كان قد الحمل. هلا انا بظرف مثل ظرفي مثلا، انا الكبير بين اخواتي واستشهد بابا، استشهد بعمر كنت صف ثالث، كان عمري 9 سنين، فما كنت وعيان لحجم المسؤولية اللي انحملت على كتافي. بعدين لما كبرت صرت عمود البيت وركني الأساسي وحليت محل أبي، طبعا ما حدا بيحل محله. بس لما تقول حليت محل أبوك قديش حاسس بهي المسؤولية بسيط. طبعا يعني هي بالعكس شيء إيجابي، هي مكان كثير كبير ما ممكن حدا يوصل له، ولو جزء بسيط عوضت. طبعا النقلة النوعية أو القفزة خلينا نقول اللي صقلتني وخلتني غدير اللي أنا عليه هلا من عمر صغير لهلا، هي هنن عيلتي واهلي بالمقام الاول، هنن ربوني وعلموني، عيلتي ما تركتني ابدا، سواء اهلي من والدي او من والدتي. والدتي بالمقام الاول طبعا، بجهلها تحيه كثير كبيره ام غدير الغاليه، الله يخلي لي اياك يا رب. بدنا نوجه تحيه كمان لام روان كمان. اكيد هي بالمقام الاول، يعني هي كانت الاب والام والاخت والصديقه، يعني كانت معي بكل المجالات ما تركتني ولا لحظه. طبعا الشخص الثاني اللي كان بحياتي هو اخو لوالدي عمي عبد العليم، كان دائما معي بكل لحظاتنا، افراحنا، سعادتنا، مناسباتنا، ما خلانا نحس انه بابا مفقود او انه ما انه معنا بهالمناسبه هي. عيلتي طبعا الاهل وكل هالاشياء هي اللي خلتني غدير اللي انا عليها لو سقلتني، وخلتني اكون غدير الواعي المسؤول المتفوق اللي بيفخر فيه كل مين بيسمع انه هو من بيت غالي. بحب اوجه كلمه للسيد الرئيس والسيد الاولى، طبعا الاهتمام والشكر الكثير كبير فينا ومحبتهم وعطائهم. الشغلات اللي عم يقدموا لنا اياها هون عن جد شيء رائع، شيء رائع، يعني اكثر من الوصف، ما ممكن حدا يتقدم له اكثر من اللي عم يتقدم لنا. بشكرهم وبوجه لهم تحيه كثير كبيره، وكل عام وهن بخير، وان شاء الله بيضلوا تاج مزينين سوريا بوجودهم بطيبتهم بمحبتهم باخلاقهم بكل شيء فيهم. في شيء بحب قوله من لما كنت صغير كنت قوله وراح ضل قوله، ما راح اخجل منه قد ما كبرت. اعاهدك يا ابي واعاهد جميع الشهداء ان نبقى على العهد، ليبقى الوطن عزيزا وشامخا وامنا، ولنبني سوريا الوطن مع القائد البشار والجيش المغوار والشعب الهدار. ابتاه اني لشبلك وعلى نهجك لسائرا. شكرا لكم. قديش في عنا جيل قادم نعتز وبنفتخر فيه، وقديش في مستقبل رح يكون حلو لسوريا رح ترسموه انتو. شو تحبي تقولي كمان روان؟ انا بحب اقول لك كثير ماما، انت مرأة عظيمة، انت حدا دافع كثير عنا وحاول دائما يحمينا من وحشية المجتمع اللي حوالينا، من ظلم اللي حوالينا، دائما حاولت تفرجينا الجانب الحلو من الحياة، بعدنا عن المآسي والحزن ابدا، دائما تفرجينا انه العلم هو السبيل حتى نبعد عن كل هدول العالم السيئين ونحاول نصحح المجتمع ونكون حدا فعال دائما. بابا الرئيس، انا دائما من انا وصغيره بنادي لك بابا، لانه انا صح فقدت بابا وشفت الاب فيك، لانه انت دائما كنت تدعمنا ودائما تعطينا، ودائما انت وعم تعطينا، دائما انت حابب اللي عم تعطينا اياه، انت بدك ايانا دائما باعلى واسمى المراتب، وان شاء الله ما رح نخيب ظنك. كل عام وانت بألف ألف خير لك ولعائلتك كلياتها. امين يا رب.
وان شاء الله بتضلوا هيك عائله بتضيف المحبه والاخوه والتكامل لكل سوريا يا رب. امين يا رب، الله يديم عائلاتكم بصحه وسلامه وتفرح فيكم امهاتكم ويفرحوا فيكم اهاليكم مثل ما نحن فخورين فيكم. اكيد شكرا كثير لوجودكم معنا. نشكركم. كل عام وانتم بخير، وكل عام وكل ابناء الشهداء بخير، والشهاده تاج وقيمه بنرفعها وبنعتز فيها على راسنا، وهي رح تكون دائما دافع للامام وما رح نيأس. نحن برا سوريا. الطالب غدير غالي والطالبه روان حمدان على وجودكم معنا، بوجه تحيه لامهاتكم. ايام قليله بتفصلكم على امتحان الشهاده الثانويه. قبل ما نختم نشكركم، شو حابب تدخل؟ انا وعدت بابا قبل ما يستشهد بسنين حياتي الاولى اللي عشتها معه، وعدته اني اصير طبيب. طبيب باذن الله عم بشتغل على هالموضوع واني اصير طبيب ان شاء الله. يا رب نستضيفك روان ان شاء الله. هندسه معلوماتيه ان شاء الله. يا رب شكرا كثير. شكرا كثير لكم، يعطيكم العافيه.